معنا الان عبر الهاتف الاستاذ اكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع. مساء الخير يا استاذ اكرم. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني على مدى ثلاث اسابيع بيبقى في حرص واضح جدا من دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توضيح الحقائق للمواطنين والاجابه على كل الاستفسارات وايضا التساؤلات. حضرتك ايه ابرز الكلمات النهارده او النقاط اللي استوقفت حضرتك؟ وطبعا ظهور رئيس الوزراء والحكومة نزع فتائل كثيرة من الغضب حقيقة موجودة في الشارع وسوء الفهم، والحقيقة أنه ما يبقى رئيس الوزراء بنفسه بيطلع ويشرح ويصدر تعليمات ويتخذ قرارات، ده بيدي انطباع بالراحة أكتر لأنه الناس بتثق في الكلام، وفي نفس الوقت بينعكس على المسؤولين، لأنه خلينا نعترف أنه قانون التصالح فيه الفترة غامض وبعض الموظفين ما كانوش فاهمينه أو بعضهم كان ضده، مش عايزين يعملوه عشان يفتحوا الباب لانهم يبتزوا المواطنين بشكل واضح يعني. فالحقيقه انه الكلام اللي قاله رئيس الوزراء النهارده جه في وقت مهم واستكمالا للمؤتمرين اللي فاتوا. اولا فكره مد المهله لشهر كمان واحتمال تتمد اكتر، طبعا ده في موجود في القانون، مفترض من حق رئيس الوزراء انه يمد مره بعد المره دي. فده خطوه كويسه على اساس كده. وفكره كمان انا بقول ليه انتزع فتايل، لانه في 1.4 مليون اتقدموا، يعني لو الناس معترضه ما كانش حد اتقدم، بالعكس ده في تزاحم وهم مدوا مدنا عشان كده. صحيح. النقطه المهمه السابقه اللي هو في القرى تثبيت السعر ال 50 جنيه للناس، ده بيساعد اهالينا الفلاحين والناس اللي بنى على ارض انه يعمل ده، والتكرار التاكيد على انه مش هيهدم منازل مسكونه، يعني انه احنا عارفين انه في شائعات ولجان الكترونيه وقنوات شغاله وبتحاول تبرر، يعني تصنع شيء من اللا شيء. ده كان نقطه مهمه قوي ظهور الحكومه اكثر من مره. كمان رئيس الوزراء قال انه لو حد عنده شكوى سيتم النظر فيها، ده كلام مهم لان في بعض الناس فعلا عندهم شكاوى وعندهم كذا، وانا قلت قبل كده انه بعض الموظفين للاسف بيعرقلوا ده، يعني الموظفين الكبار والمحافظين ممكن يتخذوا او رئيس الوزراء يتخذوا بتتاخر، التخفيضات اتاخرت في بعض المحافظات فعملوها بعد كده، بس مفترض انه رئيس الوزراء يقول او الرئيس يصدر تعليمات ودي تتنفذ فورا. التاخير ده مش ذنب الحكومه، لكن في النهايه ما هو كل حاجه بتتنسب في الحكومه. فده كلام مهم، وانا اشرت قبل كده لانه في بعض الناس اللي كانوا مساعدين في ده بالاضافه للقنوات ناس كانوا مستفيدين، الفلاح اللي كان بيدفع 10,000 جنيه على 200 متر كان بيدفعهم كل سنه مره ابتزازا من موظفين فاسدين، ما زالوا يعرقلوا ده وبيشيعوا اشاعات جوه الناس انه لا وده ظلم وازاي نظلم، الحقيقه انه ده مش ظلم، انت بتنهي وبتاخد الكلام اللي قاله رئيس الوزراء المهم قوي ان انت بتاخد رقم قومي وتقدر تتداول هذا العقار بشكل شرعي وتدخل له المرافق. يعني افترض الجزء الثاني الحكومه بعد الناس ما تتصالح انه يدخل له المرافق ويبقى شرعي ويبقى خلاص خلصت التفاصيل دي، لانه زي ما انا قلت ان في بعض الموظفين بيعرقلوا تركيب المرافق حتى للناس اللي اتصالحت. ده كلام مهم ان الحكومه تتكلم فيه، وانه قال ان لو حد عنده شكوى يتقدم بيها، ده كلام مهم جدا. الامر الثاني اللي هو مجالس المدن والاحياء والقرى المفروض تسارع بتنفيذ الجزء الخاص اللي انا بقول عليه ده، وقضيه المخالفات احنا عارفين ان هي خدت فتره طويله جدا، كان بعض الناس بيتصوروا ان هي انه لا وتحت الضغط بقى هتتلغي وكده، الحكومه بتنفذ بشكل جيد، واعتقد انه التخفيفات المختلفه قللت كتير جدا من الغضب والاحتقان وسوء الفهم. سوء الفهم ده بيرجع ليه؟ لانه في البدايه بعض الناس كان الموضوع غامض ويروحوا، وبعض الموظفين يقول لهم لا لا ده ما فيش، ده انت هتدفع فلوس كتير. يعني الحقيقه انه ظهور الحكومه في اكثر من مره رئيس الوزراء ده كلام مهم. نقطه اللي بغايه الاهميه الحقيقه اللي قالها رئيس الوزراء النهارده، انه قال انه بعد الاعلان عن الاشتراطات التخطيطيه انه هيتم اعلانها قبل 24 اكتوبر ولعوده نشاط البناء. اللي عارفين انه في قرار الحكومه وقف البناء 6 اشهر. خلينا نعترف ان هذا القرار اوقف حال ناس كثيره، طبعا قطاعات كبيره شغاله في البناء، شغاله في صناعه الطوب، في صناعه، يعني بصراحه الحكومه اتكلمت عنهم، واحنا عارفين انه سياسات الرئيس وسياسات الدوله دلوقتي انها بتساند دايما الفئات اللي بتتظلم. فدي مش قرار، فهم برضو الشائعات كان بيقولوا ده قرار الى ما لا نهايه، قال لا في بناء افق في الريف عشان ما نعتديش تاني على الاراضي الزراعيه، لانه مش هينفع بعد كده خالص، يعني نهائي كده مش هينفع لا اعتداء على اراضي زراعيه ولا سرقه اراضي الدوله
ولا بناء مخالف، هتتعمل اشتراطات حاده زي اللي احنا شايفينها في كل دول العالم وبنروح نتفاخر بيها. النهارده يحط اشتراطات واضحه يتم الالتزام بيها، مع انه الادارات الهندسيه كمان ما تتواطأش، ان بصراحه جزء مهم قوي من المحليات كانوا سبب في انتشار هذه المخالفات وعدم وجود بدائل. النهارده الحكومه قالت حاجه مهمه قوي امبارح، انه الاراضي الدوله اللي تم استردادها سيتم اقامه مساكن محترمه على طريقه الاسكان الاجتماعي او غيره، دي هتعمل بدائل للشباب، لانه باضطرار الناس احيانا المحافظات اللي ما فيهاش امتدادات عمرانيه او امتدادات اراضي او ظهير صحراوي بتضطر انه لو واحد عاوز يوسع في بيته مش بيبني عماره ولا برج، ده بيبني اوضه او اوضتين او شقه. فالنهارده الحكومه ما هتحدد الاحوزه العمرانيه صح وهتحدد الارتفاع الافقي والراسي، هتقول يا جماعه الاماكن دي اللي تتبني فيها. ففكره عوده البناء بعد وقت 6 شهور دي خطوه مهمه، لانه خلينا نقول انه في ناس فعلا مصالحهم اديرت وناس بتشتغل عمال وعمال بناء ومقاولين، كل الناس دي دول اهالينا اللي من حق من حقهم على الدوله ان بتراعيهم. والحقيقه انه احنا عارفين انه سواء في كورونا او في غيره هذه القطاعات تضررت، تم تقديم بعض المساعدات ليها يعني بتعوض جزء. فالحقيقه انه اداء الحكومه بشكل عام في موضوع المصالحات كان مهم، والشفافيه والظهور المتكرر لرئيس الوزراء وللوزراء بس فتح المجال لعوده البناء مره اخرى يدل ان الحكومه بقت يعني في حاله اطمئنان، ان الوضع اصبح اكثر استقرارا. طب الوضع كمان احنا هي الحكومه هتحدد ايه الاماكن اللي هتبني فيها. مفيش بقى بنا في اراضي زراعيه، بس انا هدي له بديل، ما هو برضه انا ايه، ومفيش كمان بناء في اماكن مخالفه. بشكرك شكرا جزيلا، وصلت الصوره. بشكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص، رئيس التحليل التنفيذي لجريده اليوم السابع.